سأبدأ معك الحديث عن هجمات الحوثيين، عن الوعيد الحوثي وعن الهجمات الإسرائيلية التي تطال اليمن والمؤسسات المدنية والتي يدفع ثمنها المدنيون في اليمن. كيف نتوقع رد فعل الإدارة الأمريكية خصوصا قبل هذه الانتخابات؟ هل من دور ربما أو موقف مباشر نشهده خلال الأيام القادمة؟ تحياتي أولا. منذ بداية هذه الحرب الإيراني قال من بيروت لا يريد توسيع الحرب، وهو قال بوضوح أنه لم يعرف بهجوم غزة على إسرائيل، لم يستشار فيها ولا علاقة له، وهو قال ذات كلام بلينكن من بيروت لا يريد توسيع الحرب. فإيران يعني الأمريكي راضي عن إيران، وكما قال ترامب في الحملة الانتخابية في أعتقد في جراند رابيدز في ميشيغان، قال أنه جنت إيران 250 مليار دولار من تخفيف العقوبات على تصدير النفط. هل المحور المقاومة الذي هو بمقابل محور الاعتدال الذي ينادي بقانون الدولي وحدة دولتين رفع شعارات كبيرة جدا، وجاءت هذه الكارثة في غزة، كارثة هناك اليوم نحن ندخل الشهر العاشر، كارثة في غزة، قتل يقال أكثر من 100,000 شهيد وجرحى، الإبادة تستمر في غزة. كان هناك توقعات أن يشارك هذا الحلف هذا المحور في حرب في هذه الحرب، ولكنه لم يشارك. يعني كان هناك لا يشارك إطلاقا، يشارك ولكن خرج بدعة جديدة وهي الإسناد والأباد، يعني إزعاج إسرائيل. يعني وكان عبد الملك الحوثي قال أن الضربة، ولكن برأيك اليوم هجمات الحوثيين لم تستطع أن تفعل أي شيء؟ يعني ميناء كبير بحجم إيلات اليوم هو مفلس بسبب هذه الحجمات، التجارة في البحر الأحمر بالنسبة لإسرائيل تضررت بشكل كبير وأيضا لبقية الدول. ليس بحجم الكارثة، يعني هناك ضربات الحوثيين في البحر الأحمر تأثر على التجارة العالمية، الفقير في العالم يدفع أكثر، خاصة في العالم العربي تؤثر على أسعار البضاعة، التجارة الإسرائيلية تأتي عبر حيفا بشكل أساسي وليس عبر إيلات. يعني هذا الثمن تستطيع إسرائيل تحمله لعشر سنوات إلى المستقبل. يعني هي حتى في داخل الحوارات الداخلية الإسرائيلية لم يقولوا، الضغط الوحيد عليهم هو الرهائن الموجودين في غزة، لم يقولوا ولا الحوثي يؤثر علينا. سألتك عن دور ربما أو رد فعل أمريكي قريب في هذه الفترة قبل إجراء الانتخابات. يعني الأمريكي والإيراني متناغمين، لا يريدون توسيع الحرب، هي لغة واحدة. اليمني لا يريد حرب مع إسرائيل، وإسرائيل لا تريد حرب مع الحوثي، ليس هناك حالة حرب، هناك إسناد، يعني استعراض. أنا أعتقد هناك استعراض، يعني إزعاج لإسرائيل، ولكن إسرائيل لا تريد الحرب مع الحوثي، ولكن تريد تدفيع ثمن. يعني تصوري مئات الهجومات من الحوثي على إسرائيل لم ينجح إلا مسيرة واحدة يتيمة، وهو خطأ من إسرائيل. إسرائيل يقول خطأ مني نجحت هذه الضربة. يعني أنا لا أعتقد هناك نية في الدخول في حرب. البعض يقول خطأ والبعض يقول بأنه هناك تطور نوعي كبير في المسيرات لدرجة أنه يعني لم تستطع الرادارات أن تلتقط هذه المسيرة. سيد أحسان، يعني مسيرة واحدة يتيمة يرسلنا، يعني هذه ليست حرب. هو يقول لا يريد الحرب، هو يقول نحن جبهة إسناد، يعني نحن جبهة إزعاج لإسرائيل، لكن هناك كارثة في غزة تستمر إسرائيل عشر سنوات إلى الأمام في هذه الحرب لا تكترث. يعني هناك يا أما بيدخلوا بالحرب يا أما لا يدخلوا بالحرب، هم يعني وحرشين، لذلك طلعوا بهالبدعة اسمها إسناد غزة. طيب، غدا سيسافر نتنياهو إلى واشنطن، ما الذي يريده برأيك نتنياهو من خلال إلقائه هذا الخطاب، وما الذي يريده الكونغرس أيضا من نتنياهو؟ هذا زيارة استعراضية. شوف الشعب الأمريكي 170 مليون أمريكي على التيك توك ليل نهار يشاهدون جرائم إسرائيل. هذا أتى إلى الكونغرس لاستعراض قوة اللوبي الإسرائيلي، اللوبي اليهودي في أمان، ويزايد الحزب الجمهوري على الحزب الديمقراطي. يعني كانت الدعوة من الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي وافق على دعوة الحزب. هناك عدد كبير أعتقد من الديمقراطيين سيقاطعوا هذا الحضور، وهو يعني إهانة للشعب الأمريكي هو حضوره نتنياهو. لماذا؟ لأنه هذا أهانة بايدن، يعني تعاملوا مع بايدن باحتقار، طلب منه أكثر من مرة بايدن دخول المساعدات الإنسانية، رفض يدخل شيء بسيط جدا لا يكترث، يأخذ دعم غير محدود من أمريكا،
ويعني يعامل بايدن باحتقار، وحاول الالتفاف على ذلك بايدن، هذا الرصيف البحري الذي مئات الملايين الدولارات فشل فشلا ذريعا، وحاول اسقاط الطعام من الجو، وهو يعني لا شيء يعني من ضمن حاجات، لم يستطيع التاثير على القرار الاسرائيلي، هو لا يضغط عليهم، ويستعرض قوه اللوبي الاسرائيلي وقوه اسرائيل في امريكا، ولكن يعني preaching to the choir بيسموه الامريكان، يعني عم يحكي مع جماعه اكثر تضامن مع اسرائيل وحلف لاسرائيل، هو في الكونغرس، يعني خطابه لن يؤثر في اي امر، هو فقط استعراض للداخل الاسرائيلي قوه اللوبي الاسرائيلي. كما نعرف كما ذكرت بانه هناك ديمقراطيين قاطعوا سيقاطعون هذه صحيح. الجلسه الى اي حد تعتقد دكتور بانه اليوم حرب غزه اثرت بشكل او باخر على الأجواء السياسية الأمريكية، على وضع الحزبين الجمهوري والديمقراطي، خلقت حالة من الاستقطاب أم أنه يعني التأثير كان ليس بهذا الحجم؟ هناك تأثير يكبر مع الوقت، يعني لا يمكن القول أن لا شيء يحصل، هناك أمور تحصل، تغيير في الانطباع العام الأمريكي عن إسرائيل خاصة من فئة الشبابية، هناك يعني تناني في رفض ما تفعله اسرائيل، ويعني موقف سلبي من اسرائيل، ولكن لا ننسى ان هذا الكونغرس هناك 100 في مجلس الشيوخ و 435 في مجلس النواب، تبقى اسرائيل لها حضور قوي جدا في الكونغرس، يعني ما زالت قويه جدا، لم تخسر العدد الكبير، خسرت عدد مهم، ولكن لا يؤثر هذا على الدعم القوي جدا الاستثنائي، يعني ليس هناك دوله في العالم تأخذ الدعم الذي تأخذه إسرائيل من أمريكا، دعم استثنائي مليارات الدولارات، حتى الأمريكيين يعني الذين يعني في الكونغرس الذي يعارضون إرسال المال. هل هناك نواب جمهوريون سيقاطعون هذه الجلسة أو هذه الكلمة؟ لا أدري، يعني هي ظاهرة ديمقراطية أكثر منها ظاهرة جمهورية. لماذا؟ ربما هناك عدد صغير، لأنه الحزب الجمهوري يعني يزايد على الحزب الديمقراطي في هذا الموضوع، واخذ موقف يعني بالمناكفه مع الحزب الديمقراطي، يقولوا نحن ندعم اسرائيل اكثر منكم، وبايدن في البيت الابيض، وبايدن سياسته يعني صحيح دعم اسرائيل بشكل مطلق، ولكن هناك اصوات ديمقراطيه تعارض اسرائيل في الكونغرس، وهم يزايدون يحاولون اظهار اللوبي اليهودي انه ادعموا، لانه تقليديا اليهود في امريكا يدعموا الحزب الديمقراطي، فهم يحاولون يعني كسب اليهود الى جانبهم بموضوع اسرائيل، انه هم اقوى في دعم اسرائيل من الحزب الديمقراطي، ولكن في هذا المطاف الحزب الديمقراطي يدعم اسرائيل والحزب الجمهوري يدعم اسرائيل. طيب برايك هل يستغل اليوم خصوصا مجلس النواب هذه الزياره لمهاجمه البيت الابيض؟ ام انه ليس بحاجه اساسا لفعل ذلك يعني؟ يعني شوف بايدن ضعيف، يعني بايدن ضعيف بشكل استثنائي اليوم، يعني ضعف بايدن يعني شيء غريب بالسياسة الأمريكية، أنا لا أعتقد كان رئيس في هذا الوضع الصعب جدا جدا، يعني هناك غضب من داخل الحزب الديمقراطي، يعني ثلثين الحزب الديمقراطي لا يريدوا أن يكون مرشحهم، نسبة صغيرة جدا من الشعب الأمريكي يريدوا أن يترشح مرة أخرى راضي عنه، وهو يعني هم انا اعتقد الهدف الاساسي ليس احراج بايدن وليس احراج الحزب الديمقراطي، فقط هم يريدون يعني محاوله في الحزب الجمهوري يحاول ان يجعل اليهود امريكا يميلوا الى الحزب الجمهوري، يعني يحاول كسبهم، هم تقليديا هم يعني ينتخبون بشكل قياسي الحزب الديمقراطي اليهود، وهم عندهم مال كثير، صحيح يعطوا الجانبين، يعطوا الحزب الجمهوريين والديمقراطيين، ولكن الحزب الجمهوري يريد ان يقول لليهود انتم مكانكم الطبيعي معنا، يريدون يعني المال لنا انتخبون لا تنتخبون الحزب الديمقراطي، يريدون تصوير الحزب الديمقراطي انه معادي لاسرائيل، ولكن بالمجمل الحزب الديمقراطي بالمجمل هو الى جانب اسرائيل ايضا. كان هناك حديث بانه يعني قبل توقعات من بعض المحللين بانه نتنياهو لن يذهب الى واشنطن قبل أن يوقع هذه الصفقة، صفقة إعادة المحتجزين، والآن الشوارع والمظاهرات تعم في شوارع تل أبيب من أهل المحتجزين وغيرهم الذين يطالبونه بعدم الذهاب قبل أن تتم هذه الصفقة، هل نتوقع أي جديد خلال تواجده هناك بشأن الصفقة؟ نتنياهو لا يريد الصفقة، لا يكترث حياة هؤلاء، يتمنى نتنياهو وحلفائه في الحكومة الإسرائيلية موت كل هؤلاء الرهائن ليخلصوا من الموضوع، هم يريدون البقاء في غزة، يقولون سنوات في غزة، لا يكترثوا لأي شيء، يعني موضوع الرهائن موضوع مزعج لنتنياهو، ضغط إلى حد ما، ولكن هو لا يكترث، هناك في إسرائيل مجتمع منقسم، هناك
من أهالي الرهائن يعارضوا أي صفقة، يريدون القضاء على حماس، القضاء على غزة. هناك معسكر حرب في غزة، ليس هناك معسكر سلام. نعم هناك مظاهرات، ولكن لا ننسى أن هناك 7 ملايين يهودي في إسرائيل. يعني المظاهرات كم عددهم؟ هناك من يريد موافق على الحرب. أنا شاهدت برنامج على قناة إسرائيلية يعني مع ضد نتنياهو، مختلفين في تقييم نتنياهو، ولكن ليسوا مزعوجين أو معارضين للتدمير الشامل أو التشويع على القتل. هناك يعني شبه إجماع إسرائيلي على التشويع والقتل وتدمير غزة. هؤلاء الناس ليس هناك معسكر سلام إطلاقا. وهذا الرجل نتنياهو يعرف ماذا يفعل. أنا أعتقد هو يخلق العراقيين لوقف إطلاق النار دائم. لا يريد وقف إطلاق النار دائم لأنه هناك المثلث اليهود المتطرف الديني في الحكومة الإسرائيلية، سموتريتش، إلياهو، بن غفير، قالوا له إذا قال كلمة دائم وقف إطلاق النار دائم انتهت الحكومة. برأيك أخيرا دكتور إحسان، هل سيلتقي نتنياهو ترامب؟ وإذا ما التقى ماذا يعني ذلك في أجواء الانتخابات؟ بالنسبة للانتخابات يعني الموضوع الإسرائيلي مهم بالنسبة للمال الانتخابي، ولكن اليوم إسرائيل ليست موضوع خلافي بين بايدن، يعني مرشح الإسرائيلي بايدن مرشح الإسرائيلي ترامب، نجح هذا أو ذاك لا فرق السياسي، يعني فرق قليل ربما هنا وهناك، ولكن إسرائيل تعرف أنها قوية جدا في أمريكا لأنه الكونغرس لا جانبها أولا، هذا سبب أساسي. فالتقى أو لم يلتقي لن تغير في أي شيء، يعني هناك رمزية. أنا أعتقد ترامب سيلتقي به، وهذا طلب لقاء بايدن. أشك أن يقول بايدن لا.